السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صباح الورد والفل والياسمين على عينكم يا احلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر. فيديو النهارده بقى كده، تعالوا اخدكم ونغير جو، محتاجين نغير جو طبعا، رايحين راس البر، هنروح نصيف طبعا، ماليش خالص في المصيف دوت، بس ما ينفعش ان انا احرم اولادي، زي ما انا مش عايزه اروح وما بروحش المصيف، ما ينفعش ان انا احرم اولادي وما اخليهمش يروح. فطبعا هناخد اولادي ونروح نزور راس البر. وطبعا هنا كان جارنا جاي، ده الساعة كان بعد الفجر على طول، الساعة 5، جوزي كان قايل له قبلها بيوم وكان هو عارف يعني، ولما صدق بصراحة، ونعمل الأدب والاحترام ونعمل جار يعني اللي متعود على المعروف، مش هقول بقى كده اللي يعمل معاكم معروف في الزمن دوت يبقى هو كده حلو، لا، ده اللي متعود على الخير بيعمله، واللي متعود على المعروف بيعمله مهما كان الزمن ومهما كان الغلاء والعيشة، اللي متعود على الخير والمعروف بيعمل. طبعا ولما صدق ان جوزي قال له، وجه خدنا الصبح بدري وهيودانا لحد المحافظه، وبعد كده قال وانتوا كمان راجعين بالسلامه ابقى عرفوني علشان ابقى اجي اخدكم. طبعا بنقول لك الف الف مليون شكر، ربنا يبارك فيك ويبارك في اولادك، ونعمل جار ونعمل ادب والاحترام، وربنا يسترها معاك، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا هنا وصلنا خلاص لحد المحافظه، محافظه الشرقيه، طبعا الاتوبيس بيبقى موجود هناك، بس الرحلات يعني بقى موجود هناك. فقابلت بقى اختي ام رماسه اهيت، وهنروح طبعا، هي طالعه معايا، اخواتي طالعين معايا وانا واولادي، وزي ما انتوا بقى كده شايفين بناخد بقى كده صوره قبل ما نركب الاتوبيس. وطبعا هنا كنا خلاص توكلنا على الله، وده زي ما قلت لكم احنا انا ماليش بصراحه في الخروج اصلا بره البيت، يعني ماليش اصلا ان انا بحب الحاجات اللي هي بتبقى بره البيت وكده، وده طبعا جوز اختي ابو رماس واولاده برده معانا، وزي ما انتوا كده شايفين. وهنا اللهم صل على سيدنا محمد، بقول لكم انا ماليش في المصيف خالص، وماليش في ان انا يعني طلوع بره البيت، بس اضطريت ان انا اروح عشان خاطر اولادي، زي ما قلت لكم ما ينفعش ان احنا نحرمهم من الحاجه اللي بتبقى اصحابهم وكلنا، وخلاص بقت الناس يعني اغلبيه الناس متعودين بقى كده على كده، خلاص ما ينفعش ان احنا نحرم اولادنا، وكمان كفسحه وان احنا كده نغير جو، وكمان ويعني زي ما انتوا بقى هنتكلم مع بعض ان شاء الله في كل حاجه لما بقى كده نروح المصيف، ونروح برضو نتكلم. هنا كانت رزان فرحانه قوي، وبعد كده اخر اليوم تعبت جدا جدا، لان بقى كده تعبت وكانت عندها سخونيه مش قادره تتكلم يعني، كانت فرحانه طبعا وصحيه بدري ورقص وكده، واخر اليوم لانها تعبانه جدا، فربنا كده يشفيها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وزي ما انتوا بقى كده شايفين اهوت، رايحين بقى كده على راس البر. طبعا المشوار يعني ساعتين ونص، احنا طلعنا من الاتوبيس 6:30، وصلنا اللهم صل على سيدنا محمد، وصلنا الساعة 9، يعني هنا 2:30 كنا وصلنا رأس البر. طبعا ده خط يعني طريق دمياط الجديد، ده كده اوفر خالص، يعني كان الاول بياخد 3 ساعات ونص 4 ساعات، لكن خدنا هنا 2:30 علشان الطريق الجديد، والطريق دمياط الجديد فهو بيبقى بيوفر علينا المسافة على طول. طبعا هنا في الاتوبيس بقى زي ما قلت لكم فرحانين بقى كده، وعمالين نغني ونرقص، وطبعا هنا يعني الاولاد فرحانين، واحنا طبعا بنفرح على فرح اولادنا، فلازم كده نغير جو ونطلع من الكبت والخنقه اللي احنا فيها والزهق بتاع كل يوم والروتينات بتاعت كل يوم، فيوم كده مش مشكله يعني، لما نروح كام يوم كده نقضي ونتفسح مع بعض. طبعا احنا هنقعد يعني كام يوم هناك، وهصور لكم كل حاجه برده، وهنشوف مع بعض ايه هي وجوا اخدكم برده جوا قبل في راس البر والشط وكل حاجه، شاطئ البحر يعني هناك، وهقول لكم احنا قاعدين فين برضو يعني. بس حطنا بقى كده لايك للفيديو واشتراك في القناه فضلا ما ننسى امرا، حبايبي ومتابعيني في كل مكان، اللي يشوف قناه الاول مره ما تنسوش الاشتراك تحت الفيديو، كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، اضغطوا عليها وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان تتلقوا كل الاشعارات، لكن لو عملتوا كلمه اشتراك بس مش هيوصل لكم الاشعار لما انزل الفيديو. شايفين بقى الجمال، الخضره طبعا كان الصبح بدري، وكان زي ما انتم بقى كده شايفين لسه الشروق الشمس، يعني كانت الجو لسه جميل زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده كده طريقه دمياط الجديد، هنخلص هنوصل بقى كده ان شاء الله مع بعض، وهنشوف باذن الله. ده كده اختصار للطريق زي ما قلت لكم، ده كده طريق دمياط الجديد، ده كده مباني جديده اهيت علشان يبقى كده اختصار للطريق. ده كده الخشب، طبعا الخشب ده معروف دمياط الخشب بتاع الموبيليا وال يعني في صناعه الاخشاب وكده، ده كده دمياط بيروحوا، والمحافظات اكتر اغلبيه المحافظات بتروح دمياط عشان تجيب الخشب اللي بقى كده بيجهز لاولاده، عقبال اولادكم واللي اي حاجه بنحتاجها بتبقى دمياط، هي الخشب احسن خشب في دمياط، طبعا مشهوره في مصر بكده.
خلاص وصلنا شقتنا اهيت طبعا على الشاطئ، يعني الشقه اهيت والشاطئ على طول شاطئ 101، يعني ده كده بوريلكم برضو من الشباك اهوت. حوالينا بقى كده كل حاجه ماركت وكل، طبعا واخدين معانا حاجات برضو هوريها لكم علشان تبقوا عارفين هتاخدوا ايه. يعني طبعا احنا ما كناش عارفين الحاجه حوالينا كده، فلازم ان احنا ناخد على الاقل يوم او يومين حاجات تكفيك فطار وغدا وعشاء علشان يبقى تبقى تعبانين طبعا من السفر، فما ينفعش ان احنا يعني لسه هننزل نروح للسوق ونجيب حاجات، فبنبقى واخدين معانا الحاجات اللي احنا هتكفينا اول يومين ثلاثه كده، وبعد كده بننزل ونشوف السوق وبندور بقى كل حاجه. هنا بقى هو زي ما انتم شايفين واخده معايا الفراخ وواخده معايا برجر، يعني الحاجات اللي هي اللي انتم بتحبوها والحاجات اللي انتم هتحتاجوها بتاخدوا معاكم، حاجات للفطار حاجات للغدا، وكل واحد بياخد زي ما هو عايز. واخده برده معايا هنا كيس باميه عشان برده نبقى نعمل باميه مع بعض، وزي ما انتم بقى كده شايفين اهوت، ولحمه مفرومه، يوم كفته يوم حواوشي يوم فراخ يعني، وحاجه الفطار برده اهيت. طبعا لو انتوا طبعا كل واحد لو عايز يجيب الحاجه من هناك ممكن ما ياخدش حاجه معاه، لكن هي طبعا دي ده عادتنا كمصريين ان احنا لازم ناخد كل حاجه معانا عشان نبقى مطمنين. واخده بقى سمنه وزيت وشيبسي واندق، هنا كنت عامله برده قراقيش اهيت هوريها لكم. طبعا كنت عايزه اعمل معاكم تجهيزات ديت يعني خطوه بخطوه، لكن معلش ما كانش في وقت ان انا يعني اعمل فيديو معاكم بالحاجات دي، كان المفروض تبقى اصلا فيديو مخصص لتجهيزات الرحلات او تجهيزات المصيف، لكن معلش غصب عني واخدين بقى هنا كده جبن وطحينه وزي ما انتم بقى كده شايفين اهوت، وطبعا واكيد الاندومي، يعني الاندومي دوت لو مش خدنا الاندومي يبقى اكيد ما خدناش حاجه خالص، يعني عشان خاطر ابني الصغير طبعا واهم حاجه عنده الاندومي عشان يبقى كده فرحان ومرتاح. والشيبسي فجبنا له بقى الاندومي والشيبسي، وواخده معايا برده مكعبات مرق اهيت، والكاتل بتاع الشاي عشان برضو يبقى كده ما تنسوش حاجه، يعني اللي طلع رحلات وكده يبقى كل حاجه تكون موجوده معانا. والكوره دي طبعا اهم حاجه برضو، ده يعني زي الاندومي كده بالنسبه للاولاد، الكوره والاندومي والحاجات بتاعتهم اللي هي بتفرحهم. جايبه معايا حلل هوريكم برضو الحلل اللي جيت لقيتها في الشقه، بس هوريكم برضو جيت لقيت حلل، بس انا جايبه حلل معايا برضو. هنا دخلت بقى كده ما ارتحتش خالص لما اول ما دخلت وانا بهدومي، رصيت الحاجه اللي في الفريزر الاول عشان ما تلحقش تفك، ده طبعا كنت قبل ما اغير هدومي. وبعد كده دخلت بقى كده على اوضه النوم، فتحت زي ما انتم شايفين كل الشقه فيها اوضتين نوم وكل اوضه فيها سريرين. فتحت الشباك الاول، ده كل اوضه فيها شباكين برضو، يعني التهويه جميله قوي. وبعد كده كبيت بقى كده ميه بالمعطر بشوية برسيل جيلي، يعني حاجات كده الاول عشان انا ارتاح نفسيا. طبعا اول ما جيت يعني لازم والله ما ارضيتش اقعد لما اخلص واعمل ده كله كده الاول علشان ابقى مرتاحة نفسيا، اروق بقى كده الاول الشقة واكون مرتاحة وحاجة يعني تكون نظيفة الاول. طبعا الشقة دي كل واحد انت بتسلمها للناس وبتستلمها من الناس، فلازم كده ان انت تبقي ابقى مرتاحه نفسيا لما اعمل اللي انا عملته دوت. اول ما جيت نفضت الدولاب وحطيت الهدوم ونفضت السرير وفرشتها، وبعد كده دخلت بقى كده اهوت بالميه، بقيت املى طبق ميه كده بلاستيك كبير وبقيت اكبه في ارض في الارض في الارض زي ما انتم شايفين كده، واسحب بقى كده بالمساحه، وبعد كده نشفت طبعا ما كانش فيه شرشوبه، فنشفت كده بقماشه يعني كنت جايباها معايا وعشان زي ما قلت لكم ارتاح نفسيا. يعني جوزي عمال يقول لي طب اقعدي طيب، قلت له لا مش هرتاح الا لما احس كده الاول بالنظافه. طبعا بتجهز زي ما قلت لكم بنستلم من الناس وبنسلمه من الناس، فمش كل الناس بقى زي بعضها، انا كنت بصراحه مستلماه كده اهوت. وطبعا غسلته برده بالبريل والسلكه وهنشفه، وبعد كده هنشوف برده هنعمل ايه مع بعض. طبعا المواعين هي اللي قلت لكم ان احنا مستلمينها حلتين، طبعا مش هستعمل الحاجات دي، انا جايبه معايا الحاجات اللي انا هستعملها عشان برضو زي ما قلت لكم ابقى مرتاحه وانا بعمل في الحاجه ابقى مرتاحه. فما جبت يعني جايبه معايا المواعين بتاعتي، جايبه معايا حلتين وصينيه وطاسه واطباق، يعني الحاجات اللي انا هستعملها. طبعا بنختصر على قد ما نقدر، يعني الطبق اللي بنحط فيه الفول ممكن نحط فيه مخلل، ممكن مش في نفس الطبق طبعا، يعني قصدي لو طبق يكون غويط يعني مش لازم بقى مسلطح ونوضب يعني. فكنت مختصره في الاطباق علشان زي ما قلت لكم يا اما بقى هنحول كل المواعين وكل الحاجات اللي في البيت اللي احنا قاعدين فيه عشان نيجي بقى هنا زي ما انتم شايفين كده.
فبنختصر في كل حاجة عشان الحاجة اللي هي على قد ما نقدر عشان مش ننشلش كتير. يعني زي ما انتوا شايفين كنت جايبة شنطتين، شنطة فيها الهدوم وشنطة فيها الحاجات الفطار والغدا والعشاء اللي هي هتكفينا اصلا كام يوم. فهنا زي ما انتوا شايفين كده طلعت برضو على البرندة، طبعا في برندة كبيرة كده قدامنا اهي، وبقيت برضو اكيب بالمية بالبرسلج اللي بتدوني علشان زي ما قلت لكم ارتاح كده الاول، وبعد كده نخش بقى على التحضيرات اللي احنا نعملها بعد كده. زي ما انتوا شايفين اهو هصور لكم برضو، يعني بعد ما امسح معاكم البرندة هصور لكم يعني واحنا قاعدين كده شاطئ 101. احنا قاعدين في شاطئ 101 جميل قوي، وزي ما انتوا شايفين يعني في البرندة بتجيب الشاطئ على طول قدامنا، يعني بننزل بس نمشي كده دقيقتين بس او اقل كمان بنلاقي نفسنا وصلنا عند البحر على طول. طبعا زي ما قلت لكم انا ماليش خالص في المصيف وماليش خالص في يعني بره، بس عشان خاطر اولادي لازم اروح اهوت زي ما بصور لكم وانا في البرندة اهوت. ادي شاطئ 101 اهوت قدامنا على طول، بنخش ونلاقي البحر قدامنا على طول، وادي البرندة اهي والترابيزة بعد ما لمعت البرندة وقعدنا بقى كده اهوت زي ما انتوا شايفين. طبعا بيبقى يومنا كله هو بره كده في البرندة، مش هنيجي بقى كده ان احنا جوه بقى وندنا جوه، لا. ودخلت برضو على الحمام، حطيت البرسيل الجل والدوني وشوية كلور عشان اغسل برضو الحمام زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى الدرف اهيت كنت حاطه بقى هنا درفه للخزين، كانت في طبعا البوفيه دوت او النيش دوت كان في الصاله، فحطيت درفه فيها المواعين ودرفه فيها الخزين، يعني كنت جايبه نسكافيه وسكر وشاي، وحطيت بقى كده الحاجات اللي احنا هخزنها يعني في الطبق. هنا طبعا كنت متبله معايا الفراخ ديت، كنت متبلها معايا عشان زي ما قلت لكم كنت عايزه اجيب معاكم تحضيرات للمصيف، لكن ما كانش في وقت ان انا اصور معاكم، وجبت بقى كده الفيديو دوت جاهز على طول. فكنت متبله الفراخ اهيت، طريقتها سهله وجميله. وادي بقى كده جبت الجريل، هعملها في الجريل على طول. الجريل ده بتبقى زي الشوايه بالظبط، وكمان ما بتاخدش وقت في يعني بتنجز على طول. فطبعا اول ما انا جيت سبت الفراخ دي بره الفريزر ما دخلتهاش، عشان كنت انا عامله حساب ان ده هيبقى كده غدنا اول يوم، فحطيت كل حاجه في الفريزر الا الفراخ سبتها بره. فعلا ما خلصت وروقت الشقه وزي ما انتم شايفين كده لقيت الفراخ فكت على طول، فحطيت بقى هنا كده جهزت الغداء اهوت، شويت الفراخ. وفي الجريل ما بتاخدش وقت، اهم حاجه الجريل يكون سخن قوي، وبعد كده نديها صدمه كده الاول وتاخد لون ونقلبها على الناحيه الثانيه، وبعد كده بغطي الجريل وهدي عليها النار وطبعا توابلها فيها وكل حاجه، وهي بتستوي مع نفسها كده ما بتاخدش معاكي يعني تلت ساعه وبتكون الفراخ بتاعتك مستويه. هنا بقى اخر اليوم اختي جات لي عشان نقعد مع بعض ونغني بقى كده، طبعا مشغلين الصب وبنغني وفرحانين والاولاد فرحانين. زي ما قلت لكم لو انت مش محتاجه تغيري جو، اولادك محتاجين فما تستخسريش فيهم، خليهم يغيروا جو وخليهم يفرحوا وينبسطوا، وفرحوا وينبسطوا، محدش ياخد من الدنيا دي حاجه. وزي ما انتم شايفين كده هو ده كان فيديو معاكم النهارده، يا رب يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. اخواتي وحبايبي في كل مكان ما تنسوناش في لايك الفيديو واشتراك في القناه. وطبعا اخر اليوم دخلت بقى كده المطبخ، طبعا كنت بلا الترمس اول ما جيت انا واخداه معايا ناي وبليت الترمس، وبعد كده دخلت بقى طبعا الترمس السريع او الترمس الحلو ما بياخدش وقت وبليته، وطبعا هحط بقى كده عليه الملح والليمون واحطه في الثلاجه. وربنا يسعد ايامنا وايامكم، وادعوا لنا كده دعوه حلوه برحله تكون سعيده وان شاء الله موفقه في رعايه الله. اخواتي وحبايبي في كل مكان، مع الف مليون